ريشة، أنت تشعرين بالغضب من بلبل لأنه تسبب في إفساد صورتك؟ شعور الغضب يا ريشة أمر طبيعي، ولكن بلبلاً لم يقصد أن يتسبب بإفساد الصورة. لقد كان يحاول الانضمام إلينا. تمر معزوزة بتجربة مماثلة، فلنرى ما سيحصل. يلا دخول. واحد، اثنين، يلا نتخبى. أنا كتير بحب كعك العيد. طب يلا نتخبى. ثلاثة، أربعة. معزوزة، ممكن ألعب معك؟ خمسة، ستة، سبعة، هوني هوني، لن تخبى. تسعة، عشرة. قد ما تلف وقد ما تدور رح يلاقيك قرقور. قد ما تلف وقد ما تدور إلا ما يلاقيك قرقور. قد ما هدي هدي هدي، لقيتك 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 لقيتك. قرقور؟ لا حبيبي، أنا ما عم بلعب غميض، أنا عم بطبخ هلأ، بس وقعت هاي ونزلت أطولها. يلا قد ما تلف وقد ما تدور إلا ما يلاقي قرقور. معزوزة، بتحبي تأكلي كعك؟ معزوزة، مش رح أعمل أي صوت، بس الكعك كتير زاكي وأنا مو قادر أستنى. قد ما تلف وقد ما تدور إلا ما يلاقيك قرقور. ها؟ شو ممكن يكون يا ترى؟ معزوزة وكاكي، لقيتكم. صوت كيس الكاك تبع كاكي. قد ما تلف وقد ما تدور إلا ما يلاقيك قرقور. أنا آسف معزوزة، بسببي قرقور لقانا بسهولة، مش رح أعمل أي صوت المرة الجاي. كتير هاي لعبة حلوة. يلا نلعبها مرة تانية، يلا تعالوا. يلا يلا يلا، رح أعدلكم كمان مرة. واحد، أنا اثنين، ثلاثة، معزوزة استنيني. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. وين ممكن يكونوا؟ أنا قرقور رح ألاقيكم. شو هاد؟ كاك، معناتها كاكي قريب من هون، وأنا المحقق قرقور رح ألاقيهم. هاي كاكة وهاي كاكتين وهاي ثلاث كاكات، لقيتكم لقيتكم. أنا قرقور الحقت آثار الكاك اللي وقعها كاكي ولقيتكم. أنا آسف معزوزة، كنت هادي هاي المرة وما أكلت ولا كعكة. معزوزة معزوزة، أنا آسف. إن أصدقاءنا أيضاً يلعبون لعبة الغميضة. نعم، لكن يبدو أن معزوزة غاضبة لأن قرقور يواصل العثور عليها بسهولة بسبب كعكي والكعك الذي يحبه كثيراً، وهي الآن لم تعد تريد اللعب. لكن كعكي لم يقصد الكشف عن مكان اختبائهم، حتى إنه توقف عن أكل الكعك، لكن فتاة الكعك قاد قرقور إليهم. سيكون لطيفاً من معزوزة أن تسامح صديقها على هذا الخطأ غير المقصود. كاكي اعتذر وقال إنه لم يقصد ترك فتاة الكعك على الأرض. واحد، اثنان، ثلاثة. معزوزة، إيش عم تعملي هون؟ ليش مش عم تلعبي مع أصدقائك؟
انت حاسه بالغضب؟ طب ليش؟ غرغور عم بضل يلاقيكي بسبب كعكي وكيس الكعك تبعه؟ عزوزة حبيبتي أنا آسف إنه أنت حاسة هيك وفاهم عليكي. على فكرة كلياتنا بنشعر بالغضب خصوصاً لما نكون شاطرين بإشي وفي إشي تاني يوقف بطريقنا. طب أنا بدي أسألك، يعني هو كحكي إيش عمل لحتى قرقور هالقد لقاكم بسهولة؟ أول مرة كحكي كان عم بياكل بصوت عالي فسمعوا قرقور. طيب وتاني مرة؟ عن جد؟ قرقور مشي ورا فتات الكعك اللي وقعوا من كعكي؟ مش قليل هالقرقور. طب معزوزة انت فكرك كعكي كان بيقصد انه يكشف المكان اللي انت متخبية فيه؟ وانا كمان بتوقع انه ما كان بيقصد. معزوزة حبيبتي كلياتنا بنرتكب اخطاء بدون قصد، بس بتعرفي شو؟ من اللطيف انك تسامحي كعكي. لما اصحابي واهلي وناسي يغلطوا معي بتفهم، بتقبل شو عم بيحس وبحاول دايما اتفهم. ممكن حدا يغلط مرات بلا قصد بلا قصد، احيانا نعمل اخطاء بلا قصد بلا قصد، ولما يعتذر الغلطان بسامح بسامح وبسمع وبفهم منه كمان. كل الناس بتغلط وكل الناس عندها مشاعر وهذا الشي طبيعي كتير. كل الناس عندها مشاعر، خلينا نحاول نسمع بعض نسمع بعض ونحاول ونحاول نتفاهم ونتسامح. أنا آسف معزوزة، بسببي قرقور لعنة بسهولة، مش رح أعمل أي صوت الخارجة. صح معزوزة، شكله كعكي كان كتير حابب إنه يلعب معك، وهو يحاول قد ما بيقدر إنه ما يعمل ضجة عشان قرقور ما يلاقيكم، بس اللي صار مع كعكي كان مش بالقصد وهو اعتذر منك. معزوزة كتير لطيف إنك رح تسامحي كعكي. معزوزة معزوزة انت جيتي. معزوزة أنا كتير آسف، أنا عارف إنه قرقور لعانى مرتين بسببي. صحيح أنا ما كان قصدي يصير هيك. شكرا إنك سامحتيني، شكرا كتير معزوزة، وإنت صديقة كتير منيحة وأشطر حدا بلعبة الغميضة. صحيح إنتو شاطرين بلعبة الغميضة، بس أنا قرقور دايما راح ألاقيكم، لأنه مهما تلفوا مهما تدور الرابح هو قرقور. قرقور اجتني فكرة، شو رأيك نخلص كيس الكعك سوا بعدين نرجع نلعب الغميضة؟ فكرة ممتازة. هذا صحيح يا ريشة، اصطدم بنا بلبل بالخطأ. لطيف منك أن تسامحيه على خطأ فعله من دون قصد مثل ما سامحت معزوزة كعكي. نعم يا بلبل، دعونا نلتقط صورة جديدة. رائع، لقد دعوت بلبلا ليلتقط صورة سيلفي جديدة معا. خلونا نتعلم كلمة بلغة الإشارة. لغة الإشارة التشجيع التشجيع. حاول معنا التشجيع. حاول مرة أخرى التشجيع. وهيك بنكون تعلمنا كلمة بلغة الإشارة.
أصوات 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 الحروف إذا عارف أصوات الحروف ما عارف حاول لنشوف يلا نشوف أصوات 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 الحروف. أهلا وسهلا بكم في برنامج عارف الجواب معي أنا عارف. أهلا. بالتأكيد كلنا ننتظر المفاجأة في النهاية، لكن علينا أولاً أن نكتشف ثلاث كلمات من خلال ثلاث ألعاب مختلفة، ونحن محظوظون جداً بوجود فنانين رائعين معنا اليوم، جاد والفنانة رمانة. وأنا متحمس كتير ألعب مع فنانتي المفضلة الفنانة رمانة. آه جاد، أنت كتير لطيف وأنا كمان كتير متحمسة. حلو كتير يلي عم بسمعه. جاد دورك بالأول. معزوزة إذا بتريدي برميلنا عجلة الألعاب. آها، لعبة املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. جاد سأقرأ لك جملة من بطاقاتي وفيها كلمة مفقودة، وعليك أن تحزر ما هي. تمام. أرادت بحارة أن تزور جزيرة وسط الماء، فسافرت إليها في بحارة بدها تزور جزيرة. عرفتها. رسمة رائعة يا جاد. تمام. نحن منسافر بالقارب. إجابة صحيحة. قارب قارب قا قارب قا قا قا. الفنانة رمانة لقد حان دورك الآن. ممتاز. معزوزة إذا بتريدي حركي لنا عجلة الألعاب. لعبة احزر الرسم. هيا إذن إلى زاوية اللوح السحري. يلا يلا. سيظهر الآن رسم على اللوح السحري، هل يمكنك أن تحزري ما هو؟ هاي الفاكهة ألوانها كتير رائعة وفيها درجات مثل اللون الأرجواني، وهي فاكهة كتير زاكية. معزوزة كمان بتحبها، بس شو اسمها الفاكهة؟ اسمها برقوق. صحيح. برقوق برقوق قو برقوق قو قو قو. وهلأ آخر لعبة رح تلعبوها سوا. معزوزة من فضلك حركي لنا عجلة الألعاب. ها، إنها لعبة الأدلة الثلاثة. سأعطيكما ثلاثة أدلة وعليكما أن تحزرا الكلمة. الدليل الأول، إنها آلة موسيقية لها ستة أوتار. كم وتر إلى العود؟ العود آلة كتير جميلة بس فيها 11 وتر. 11. سأعطيكما دليلا آخر، هادي يحب أن يعزف على هذه الآلة. هادي بحب يعزف على قيثارة. إجابة صحيحة. ممتاز. قيثارة قيثارة قي قيثارة قي قي قي. والآن دعونا نلفظ الكلمات التي تعلمناها اليوم بصوت عال. تمام يلا. قا قارب قو برقوق قي قيثارة قا قو قي. والآن إليكم المفاجأة. قاقوقي قارب سريع برقوق لذيذ قفارة صوتها بديع. قاقوقي أصوات الحروف
شكرا كثير لمشاركتكم ومنشوفكم المرة الجاية. جاهز ند للعشرة؟ ايه بلش. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. بس؟ بس كم ليهم للعشرة؟ سبعة ثمانية تسعة عشرة. هلا بدنا نعملهم بصوت واطي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. خربشت. صار وقت مكتشف المشاعر القوية. اليوم زوي حاسة بشعور التصميم. بسمة بسمة. مرحبا جاد. شوفي ليش عم تضحك هيك؟ تعلمت لعبة كتير حلوة اسمها دير بالك ما يلف لسانك. يلف لساني؟ أكيد ما رح يلف لساني صح؟ لا بسمة، حاولي تقولي مثل ما عم قول. خيط حرير على حيط خليل. خيط حرير على حيط خليل. تمام، رح أعطيكي وحدة أصعب. خشبة حبس حبسة خمس خشبات وخشبة. تمام، خشبة خبشت. لا، هيك مش صح. حبسة حبسة حبس. كتير صعبة. خشبة حبسة خبش. بدك نلعب شي تاني بس ما عادي. شكرا جاد، بس أنا متأكد إني بقدر أحكيها. خشبة حبس خبشت. كتير صعب. منبه المشاعر القوية. جوجو عم تقول في حدا من أصدقائنا عنده شعور قوي. عندك مشاعر قوية تقدر تحكي معي ومعي راح نكون جنبك لنشوف شو بتحتاج. لأن المشاعر القوية بتصير مع الكل، هذا شي طبيعي كتير. مين شايف بسمة؟ هادي زوي، واضح إنه عندها شعور قوي. عيونها مثل هيك وعم تتنحد مثل هيك. هذا كتير صعب، بس أنا متأكدة إني بقدر أساويها. بسمة، برأيي لازم نشوفها. صح، يلا يلا يلا. مشاعر القوية بتصير مع الكل، هذا شي طبيعي كتير. مرحبا زوي، شو عم تعملي؟ أهلا وسهلا فيكم. أنا عم بحاول أساوي منحوتة لقرقور. شوفوا؟ لا، منحوتي خربت. كتير صعبة، رح أحاول مرة تانية. أنا متأكدة إني بقدر أساويها. واضح إنك حاسة بشعور قوي زوي. صح، أنا كتير بدي أبني هالمنحوتة لقرقور. أنا حاسة إنه جوجو عم تقول لما يكون بدنا نعمل شي بس هذا الشي مانو سهل وبتضلك تحاول وتحاول لأنك متأكد إنها رح تزبط معك. هذا اسمه التصميم. لحظة، هذا اللي حسيته قبل شوي زوي. أنا كنت حاسة بالتصميم. كنت عم بلعب دير بالك ما يلف لسانك مع جاد. كانت الجملة كتير صعبة بس ما كان بدي أوقف. حسيت حالي مصممة إني أحكيها صح. صح، كلامك مزبوط بسمة. أنا هيك حاسة تماماً، مصممة. جوجو عم تقول إنه التصميم شعور مفيد بس أحياناً بيكون صعب نضلنا مصممين. بعرف، عن جد كتير صعب. في طريقة لتساعدك تضلي مصممة، التعبير بالرسم. عم تقولي أرسم؟ بس أنا عم بحاول أصنع منحوتة مو رسمة. بس ما قصدى ارسمي شو حاسة، مثل يعني شو شكل إحساسك هلأ؟ حاسة حالي بدوامة ويمكن شوية مثل هيك، خط متعرج شوي هون وشوي هناك. هي حاسة حالي أحسن شوي. وعندي فكرة جديدة لمنحوتي.
بدل ما أحط القطعة بشكل عمودي لفوق راح أخليها مع على الأرض هيك. مرحبا بسمة، جاد، جوجو. أوه زوي، شو عم تعملي؟ أهلا قرقور، شوف أنا عملت هاي لإلك. هذا أنا؟ هذا أحلى شيء شفته بحياتي كلها. شكرا زوي. عفوا عفوا يا قرقور، وكمان شكرا لبسمة وجاد. جاد شوف هاي خشبة حبسة خمسة، لا مش هيك، خشبة حبسة خبش. وهلأ حاسة حالي أحسن، خشبة حبس حبسة خمس خشبات وخشبة زبطت. ها ممتاز بسمة. مشاعر القوية بتصير مع الكل، هذا شي طبيعي كتير. نطة. انا مبسوطه قوي وانا شايفاكم مبسوطين وبتلعبوا مع بعض، بس اهم حاجه سايبين مسافه امنه بينكم وبين بعض. لازم نسيب مسافه امنه بيننا وبين الناس اللي ما نعرفهمش قد ما نقدر، ومسافه ما بينكم وبين بعض متر ونص، يعني تقريبا قد العجله دي. يعني هيك هيك يعني قصدك؟ مظبوط مظبوط. وكمان لما نتقابل مش لازم نسلم على بعض من قريب ونحضن بعض، ممكن نسلم على بعض من بعيد زي كده. انا بعمل هيك كمان، لما اشوف تيتانور بكون لابس الكمامة وبسلم عليها من بعيد، ما بقرب ابدا. هايل يا بسمة، انا مبسوطة قوي ان انتوا بتفكروا ازاي تحافظوا على امان كبار السن في مجتمعنا. وكمان عشان نحافظ على سلامتنا اوعوا تشاركوا الكمامة او الاكل مع اي حد. كل الحاجات دي هتخلينا نحافظ على سلامتنا. انا عارفه ان الالتزام احيانا بيكون صعب، بس ضروري جدا ان كلنا نلتزم لحد ما نعدي الفتره الصعبه دي. يلا انتوا اتبسطوا والعبوا وانا هشوفكم بعدين. قرارات عيلتك بخصوص الطلعات ومقابله ناس تانية ليها تاثير كبير جدا في انتشار الامراض في الوقت ده، خصوصا ان ده قرار ليه مخاطر. اتاكد ان اطفالك عارفين الخطوات اللي يحموا بيها غيرهم ويحموا بيها نفسهم. ممكن يكون الموضوع محتاج شويه تاقلم، بس حمايتنا وحماية الناس التانية حاجة مهمة جداً. الموضوع محتاج إننا نصبر ونتعاون مع بعض.